ثماني رحلات خارجية للرئيس السيسي توزعت على ثلاث قارات في العام 2020، من أصل 38 توزعت على 24 دولة في فترته الرئاسية الثانية التي بدأها في يونيو 2018، منها 11 رحلة في 2018 و19 رحلة في 2019. أولى زيارات السيسي الخارجية في 2020 كانت للعاصمة الألمانية برلين يومي 18 و19 من يناير للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا. أما ثانية زياراته الخارجية في 2020 فكانت للعاصمة البريطانية لندن يومي 19 و20 من يناير للمشاركة في قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية. الزيارة الثالثة كانت وجهتها القارة الإفريقية وتحديدا العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 من فبراير لحضور القمة العادية 32 للاتحاد الإفريقي. وكان للقارة الأسيوية نصيب، حيث كانت وجهته الرابعة في 2020 العاصمة الأردنية عمان يوم 25 من أغسطس للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. خامس زيارات السيسي الخارجية جاءت في أول أكتوبر للكويت لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح. أما سادس زيارات السيسي الخارجية في 2020 فكانت للعاصمة اليونانية أثينا يومي 10 و11 و12 من نوفمبر لبحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة والتبادل الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في مصر. وأما سابع زيارات السيسي فكانت إلى جنوب السودان في 28 من نوفمبر، وهي الزيارة الأولى للرئيس المصري إلى هذه الدولة الوليدة في 2011. الزيارة شملت استعراض عدد من الملفات المهمة ومحاور التعاون المشترك بين البلدين، وفي مقدمتها تنسيق برامج التعاون في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والري والأمن وغيرها، إلى جانب تنسيق المواقف في الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها السلام في السودان وقضية سد النهضة. فرنسا كانت الوجهة الثامنة للرئيس السيسي في 2020 في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر، وتناولت جميع جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.